عن محاسبة الرئيس لعماله أو لموظفيه، روي عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، واللتبية أمه نسبة إلى لتب بطن من أزد عمان. استعمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات بني سليم، فلما جاء قال: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا جلست في بيت أبيك لتأتيك هديتك؟ ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله عز وجل، فيقول أحدكم: هذا الذي أهدي لي وهذا الذي لكم، أفلا يجلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله، ولا أعرفن ما جاء الله رجل يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا هل بلغت؟